انت حدا اليوم بتعملي عرض ازياء، جاي تصوري دعايات، كنت اوكي جايه فجاه طلعتي لنا بالاعلام انك فنانه. اليوم اللي بيقول انه انت ما خرجت تغني او انت اليوم ما لازم تغني، شو بدك تجاوبيني؟ مش تجاوبيني، مكمله بدايه فيني. لا عم بقول لك هيك، لا انت ما خصك، مش عم بقول ايه. انا عم بقول لك اللي عم بقول لك هيك انه ايه. انا ما عندي صوت ايه. مكمله غصبا عن راس الكل، ورح اعمل اغاني ورح كسر الدنيا ورح انزل على مصر ورجع بعيش بذكر الثاني بشوف انا وين رح اصير. اوف اكيد تتوقعي او اكيد بتوقع مرتاحه على وضعك؟ ما في بلا، بقولوا انه انت مرتاحه، حدا كثير مرتاحه على وضعه. كيف يعني مرتاحة؟ مرتاحه على وضعك، انت حدا كثير مرتاحه على وضعه. جاوبيني على هيدا السؤال، بدي اعرف باي ناحيه. خلص علي اطرح السؤال بهالطريقه فيكي تفهمي. انا ما فيني افهم، ما في افهم انا الغاز. الغاز لازم تشتغل محقق، قلت لك بليز يعني دان انت لازم تروح على امريكا دغري، يعني ما في هون بلبنان، حرام عم نخسر هيك شخصيه نحن بصراحه. يعني اسئلتك تمام مستفزه، ما بعرف كيف بدي اقول لك، كيف بتجيب السؤال، كيف بتركبه، كيف تجمع معلوماتك، انا ما عندي هيدي الفكره. خي هي شيء قد ايه انا بعد حالي ذكيه قدامك ولا شيء. لا بالعكس، جاوبيني على السؤال. تفضل. ليه بتكوني فنانه؟ رح ارجع عيد السؤال. لانه انا كنت ملكه جمال العردات ورجعت اخذت القاب كثير جماليه قبلها بعد منها، وكثير عالم شافتني من صوتي، عندي بحه بصوتي. اولا مدير اعمالي سام حمراء، بدي اوجه له تحيه لسام كمان، وانا كمان بوجه له تحيه، هو كان السبب انه ليه ما بتغني. فلما شفت اول شخص هو هيثم شعبان كمان غني، فقال لي عندك بحه بصوتك بدك تدريب. ما بقول لك انا فيروز بس انا بغني. اها وفي غيري كثير اقل مني. شو رجعيده؟ شو في كثير اقل مني وصلوا ايه؟ كثير اوكي بدون صوت، لا صوت مين؟ ولا صوره. مثل مين؟ كثير ما في يسمي لك بس في كثير اسماء لبنانيه. نحن ايه اكيد بس معروفين يمكن هون على صعيد لبنان. طب انت ما لهم اسم. فيني اطرح عليك هذا السؤال، انت سوابل اتتوا او لا؟ شو بكي؟ ليه عم ترجي؟ ما عم برجف عادي. اجريكي عم بتشرب بالارض؟ لا انا هيك عبدق لشوف شو بدي جاوبك يعني. لا لا انا عم بقول اللي بيقولوا اليوم عنا بالوسط الاعلامي والفني، هيدا اللي بينحكى عن اي فنان اليوم ما عنده رأيون. رأيون نحترم رأيون بس احنا رح نعمل شغلنا. برافو. ما رح وقف. شو بدك تعمل؟ حدا عم بقول عني صوتك منه حلو برأيي الخاص. طب جاوبيني انت ما عم تتدربي؟ لما عم بقول لك شعبان عمل ديو معي، انت ما عم تتدربي؟ ولما نجمة لبنانية تعمل ديو معي، شو بدك اكثر من هيك؟ كيف تثبت لك انا فنانة يعني؟ كيف؟ إذا نجوم كبار وقفوا حدي. عم تتمرني فنياً؟ إيه أكيد. وعملت كتير حفلات بأمريكا وكنت غني لايف، فما عندي مشكلة بصوتي يعني. خبريني 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 عن إنك عم تتعلمي موسيقى. إيه. بهمني أعرف هذا الشيء. عم باخد دروس لحتى يصير صوتي مزبوط أكتر وأقدر أغني بطريقة أحلى. أوكي. فأنا صوتي مقبول وأحلى بكتير من غيري. أوكي. بس. يعني أنت اليوم عم تتحضري لتصيري فعلاً نجمة. أنا أوريدي نجمة. اوكي بس يمكن انت مش شايف هذا الشيء، انا اوريدي بين النجوم يعني اوريدي بعالم الاضواء وعالم الشهره فمش بعيده عني كثير. بيستفزك بس واحد يقول لك هيك؟ لا ابدا ما عادي. يعني لما اجي اقول لك انت اليوم انت منك نجمه؟ لا بالعكس. لما اجي اقول لك لما اجي اقول لك انت ماشي فنيا رايك ما بيستفزك ابدا؟ ما انا عم جاوبك، ما عم بقول لك انه انا واقف من وين جاي بهيدي الثقه؟ قدام من وين جاي بهيدي الثقه؟ بس جاوبيني يعني مزبوط مثل ما قال لي من المقربين عندكم انت حدا كتير مغرور، كتير شايف حالك. ليك هيدا السؤال سألته أنا لعمر دياب. لمين؟ لعمر دياب. أنت؟ أكيد. ايه؟ سألته قلت له عمر أنت بقولوا عنك شايف حالك. قال لي أنا في حالي تفرق. أوش. يعني أنا عبعيد كلامه لأنه هو سوبر ستار وأنا كتير بحبه. التقيت بعمر دياب؟ ايه أكيد. أوكي. فأنا عبقول لك الكلام اللي قال لي وأنا رح لك نفس الشيء. أنا بحالي رح عيد كلامه لأنه كتير حبيته. دايما بتعلم من الناس الناجحين. فانا يعني ماني من النوع انه شايفه حالي، لا انا بحالي بشوف حالي وحياتي وبختار الناس اللي بيدخلون على حياتي، مش اي حدا بيكون معي. بدي خلي نور المخرج جاتي بياخذ لي بس لقطه للالوان تبعيت بيتك. انت مفكره حالك باربي؟ لا ما مفكره حالي باربي، بس هو البيت ستيل باربي. انت ايه؟ لا انا ماني باربي. انت ما عملتي ستيل باربي؟ لاني بحب الالوان كثير. بحب الوان البينك. طب جاوبيني مغروره او منك مغروره؟ لا ليه بقولوا عنك مغروره؟ شايفه حالك ولا ماني مغروره؟ طب ليه بقولوا شايفه حالك؟ لاني كثير بعيده عن الكل، انا بختار اصحابي. ايه بختار الناس بدي احكي معهم، مين بدي ادخل على حياتي. فهيدي اياها. منار ليه بتخافي؟ من شو؟ بالحياه بتخافي؟ ما بخاف ها؟ ما بخاف الا من ربنا. الخوف هو اللي مانعك تنشهري اكثر واكثر؟ لا ها؟ نو في قصص كثير انا ما بعملها. أيه. يعني غيري بيقدر يعملوها ويقدموها بالفن، انا ما في عندي ليميت معين. مثل شو؟ بكل شيء، بتلاقيني ممكن لبسه قصير ممكن اطلع، بس في قصص ما بقدر اعملها.
القصير التلبسة يعني أنا ما في أعمل حفلات بلبنان. طيب اكزامبل انزل أعمل حفلة لأقدم شيء مقبيلة، مش مضطرة. عملت حفلات بأمريكا، بنيويورك، بهم بواشنطن، بدي سي، وعم بغني لجاليات لبنانية. ليه بدي اجي اعمل حفلة هون مع مطرب ما حدا بيعرفه ليظهر معي؟ لا لا، انا ماني هيك، انا بنت عائلة. ما بتعملي تنازل؟ اكيد ما عندي شك انه فانا هيدا الشيء اللي عم بقول لك، عشان هيك انا هون شهرتي بلبنان اخف شوي، لانه بمصر ما عندهم هيدا الاسلوب. بمصر بيحترموا الفنانين وما حدا بيجي بيقول لك كلمة. لما بتطلع بحفلة بتطلع بتغني. طب جاوبيني، انت بتقولي شغل العادة ما بجيب مصاري، سوري. طب انت شو منين؟ جاوبيني جاوبيني يعني. بس جاوبيني، منين بتجيب هالمعلومات لحتى اعرف حالي انا ما مين؟ وحياة الله، وحياة الله انك انت قايلتيها وانا تخبروني اياها. بس جاوبيني على هيدا السؤال، الشغل العادي ما بجيب مصاري. كيف يعني ما بتجيب مصاري من الشغل العادي؟ الانسان الذكي بفكر يعني من فنك ما بتجيب مصاري، من شو بتجيب مصاري؟ عندي شغل خاص. شو عندي شغل خاص؟ شو شغل خاص؟ انا انسانه كثير ذكيه. هيدي الكلمه شغل خاص في حول علامات استفهام. لا انا ما خصني بالعقليه الرجعيه، انا ما خصني بهود الناس، انا عم بحكي شو عم بقول لك، شو عم انا حاسه. انا عندي شغل خاص وانا كثير ذكيه بشغلي، ما عم بقول لك بقصص ثانية، بشغلي انا كثير ذكيه. وبعرف انت بتشتغلي شيء غير الفن؟ لا حاليا لا، بس انا بعرف كيف اعمل مصاري. مصاري بتحبني كثير، مثل ما بتحبني المشاكل، مصاري بتحبني كثير.